النص الشعري أصحاب الحرف، ألاحظه وأتوقع. إذا نلاحظ في الصور عندنا حرفيين يزاولون حرف مختلفة، نقش على النحاس، الطرز، صناعة الزربية، النقش على الخشب، وصناعة الفخار. إذا أتوقع أن يتحدث النص عن الحرفيين. أنشد: أصحاب الحرف. نحن أصحاب الحرف، ليس يعنينا الترف، ولنا كل الشرف أننا نحيي المهن. نحن أهل للبراعة في أساليب الصناعة، ولنا في كل ساعة نهضة في كل فن. فضل صناع البلاد كل يوم في ازدياد، ولهم في كل واد حسنات ومنن. إن تكلمنا فصدقا، أو تعاملنا فحقا، هكذا بالخلق نرقى ثم يرقى كل فن. إن للأوطان دينا قد كتبناه علينا، كل شيء في يدينا هو حق للوطن.